نعود إلى ضيفنا من واشنطن سيد جويل روبن نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق. سيد جويل نعتذر لمقاطعة حديثك، لكن لو عدنا مرة أخرى إلى ما تقوله الآن السيدة كاتي بريت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري وانتقادها لكلمة الرئيس بايدن، قالت إنه بعيد عن الواقع، هو مبتعد عن الواقع. كيف يمكن أن تصف هذه الجملة؟ هل فعلا بايدن مبتعد عن الواقع لأنه لم يملأ خزان سيارته كما قالت بالوقود منذ فترة طويلة؟ إن كيتي بريت للأسف تعاني من دائرة أو اسطوانة مشروخة لمجموعة من البيانات التي وزعها اليمين المتطرف. لقد كان الرئيس واقعيا وكان يلقي النكات وكان يمازح الشعب الأمريكي، وهذا ليس غريب على جو بايدن الذي تم انتخابه في 1972 حيث لقيت زوجته وابنه صرعهما في سيارة، ولكنه كان يسافر كل عام لمدة ساعة يسافر بسيارته كل ساعة ليرعى أولاده، ولا أظن أن هذا مختلف. لكنها تحدثت بالأرقام سيد جويل عندما قالت أن بايدن في عهده في عهدته عندما كان رئيس أو في مناصب سابقة أصدر أكثر من 94 قرار بخصوص الحدود، فهو من صنع تلك المشكلة. كيف يمكن التعقيب حول مسألة الحدود التي تؤرق العديد من الأمريكيين خاصة الولايات الحدودية الجنوبية؟ من الواضح أن الحدود تمثل تحدي أمنيا كبيرا، والرئيس سيقوم بعمل تشريعات لحل هذه المشكلة والتحسين الأمن على الحدود، ولكن بدلا من دعم هذا القانون فإن الجمهوريين، ولكن دونالد ترامب قال لا تفعل ذلك لأن معرضهم لهذا القانون سيمنع بايدن من تحقيق فوزا. إذن فالرئيس يحاول تأمين الحدود والجمهوريين لا يقدرون فعل ذلك، ولكي يفعل ذلك الرئيس فهو يحتاج إلى سلطة قضائية من أجل تحسين هذا الوضع، والكونغرس لا يقوم بذلك. متى يمكن له أن يؤمن ذلك سيد جويل؟ يعني انتهت الأربع سنوات ولم يستطع تأمين الحدود. إن الرئيس لديه ميزة موازنة محدودة متوفرة من الكونغرس، مثلا على سبيل المثال لتعيين عدد معين من أو عدد قليل من القضاة، وفي الوقت الحالي يمكن للشخص أن يدخل الحدود ويعطي أوراقه لمسؤول الهجرة ولن ينظر في تلك الأوراق أو المستندات الثبوتية إلا بعد ثمان سنوات. لذلك يطلب الرئيس من الكونغرس توفير تلك الأموال من أجل خفض تلك المدة من ثمان سنوات إلى ستة أسابيع، ولكن الكونغرس قال لا. وفي نفس الوقت فإن الجمهوريين يقومون بوقف هذه الجهود ثم يكذبون ويقولون عندما سيأتي دونالد ترامب فسيقوم بناء حائط. سيد روبن، نحن نتحدث عن تشريع ليس عن ميزانيات، يعني الموضوع التشريعي. قلت حضرتك أنه يطالب بتغيير من ثمان سنوات إلى ستة أسابيع بالنظر بهذه الأوراق، هذا تشريع.
هل يقف الجمهوريون ضد إصدار هذا التشريع؟ لا نتحدث الآن عن أموال. إن القانون يوفر الموارد المالية، لأن القانون وهذا القانون أيضا يوفر المساعدات للفلسطينيين والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والمساعدات العسكرية للأوكرانيين، ولكن السياسيين لا يريدون توفير الأموال للرئيس بايدن حتى لا يحصل على مكسب سياسي، وهذه نقطة الهجوم على بايدن. طيب سيد جويل، يعني لو ذهبنا أو عدنا مرة أخرى إلى ما قالته السيدة كاتي بريت، قالت أن من استطاع أن يحصل على أوكرانيا، قصدت بوتين وتشجع بوتين على غزو أوكرانيا بعهدك يا جو بايدن كما تقول، ولا إيران استطاعت ضرب الجنود الأمريكان إلا في عهد جو بايدن، وبالتالي هي تحمل جو بايدن ما حدث من إهانة إن صحت التسمية بين قوسين للوجود الأمريكي إن كان في أوروبا أو في الشرق الأوسط، واتهمت بايدن بأنه أيضا من أشعل الفتيلة في الشرق الأوسط. ما تعليقك؟ هذا غير منطقي على الإطلاق، لأن روسيا كانت بداخل أوكرانيا خلال إدارة ترامب، ولم تقل إدارة ترامب مرة واحدة لروسيا بأن تخرج من أوكرانيا، ولكن إدارة بايدن قامت بتوفير الأسلحة إلى أوكرانيا. ولكن على الجانب الآخر ترامب يقول هنا اليوم، عفوا سيد روبن، يعني التاريخ ليس ببعيد، الحرب نشبت في عهد بايدن وليس ترامب. لقد بدأت الحرب في 2014 عندما بدأت روسيا بغزو أوكرانيا لأول مرة، وكان ذلك خلال ولاحقا لم يطلب ترامب من بوتين الخروج منها. ثم دونالد ترامب منذ أسبوعين قال أنه سيتخلى عن دول الناتو إذا لم يدفع مقابل حماية، والآن حتى الآن فإن بايدن يطلب منذ 6 شهور للحصول على مليارات الدولارات من أجل أوكرانيا، ويقوم الجمهوريين بحجبها. سيد جويل، يعني عندما قلت أن الحرب بدأت في عهد بايدن، قصدت أن الحرب بشكلها الواسع كما نشاهده الآن، و الضخ الكبير للأسلحة والاستنزاف للأسلحة إن كانت أوكرانيا غربيا، دول أوروبا التي تعاني من عملية التمويل، وكذلك روسيا، والحرب الأزمة كانت أزمة حقيقية ضربت العالم في السنتين الماضيتين إن كان اقتصاديا أو حتى زراعيا وسياسيا. لو ذهبنا إلى النقاط الأخرى التي ذكرها الرئيس بايدن في خطابه، تعهد بالعديد من العهود التي قطعها على نفسه، تمويل، تحدث عن منح شهرية للأمريكيين $400، تحدث عن تخفيض لأسعار الفاكسين، تحدث عن تخفيض لأسعار الأنسولين، وأيضا تحدث عن رغبات وطموح له في الفترة المقبلة. لكن هل باستطاعة الرئيس تنفيذ تلك الوعود التي سمعنا بعضها، نقول بعضها، في حالة الاتحاد في العام الماضي؟ لا
هذا عام صعب للغاية بسبب أن هذا العام هو عام الانتخابات. على سبيل المثال هناك مشكلة الخاصة بالحدود، عندما أشار الجمهوريين أنهم يريدون إصلاح الحدود، ولكن هذا العام هم لا يريدون إصلاح الحدود لأنها تعتبر هذه السياسة سيئة لهم. ولكني أثق أن ما قام الرئيس بوعده أو تعهد به سيتم هذا العام. هو كان يتحدث عن أجندة تتكلم عن المستقبل، إن هذا لا يتعلق بالثمانية شهور القادمين.